أحب الله. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان كالثمرة، كلما اكتمل نموها ونضوجها زادت حلاوتها، ثم بين علامات تدل على ذلك، فذكر أن يكون حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مقدما على حب غيرهما. ومن صفات الذين آمنوا أنهم أشد حبا لله، قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله.